السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله رجعنا لكم بعد الطلبات الكتير رجعت لنا في القناة. عايزين إزاي نكتب باراجراف. طبعا إحنا شرحنا في فيديو قبل كده إزاي نقسم الجمل. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نحط الخطوط العريضة والنهائية لموضوع الباراجراف، بعد طبعا ما عرفنا إن إحنا المطلوب نكتب 110، ما يقرب من 110 كلمة. والنهاردة إن شاء الله في الفيديو لو كملتوه للآخر إن شاء الله هنعرف إن إزاي الموضوع سهل وبسيط، والنهاردة هنحاول نسهل على قد ما نقدر إن شاء الله. هنكتب كده هنا paragraph أول حاجة. when we write a paragraph أول نقطة لازم ناخد بالنا منها، طبعا ما ننساش إن إحنا هنكتب العنوان. هو طبعا هيديني العنوان في الامتحان، دي اول نقطة. يبقى انا هكتب العنوان. بعد العنوان النهاردة ان شاء الله مجهز لكم جملة افتتاحية عشان تسهل علينا موضوع 110 كلمة، عدد كبير شوية. بعد كده نص الموضوع، الموضوع اللي احنا هنكتب عنه، والموضوع طبعا هيكون من السيت بوك من كتاب المدرسة، ما نخافش يعني. بعد كده جملة ختامية برضو هتعمل شكل الموضوع بتاعنا. يبقى عندنا العنوان، عندنا جملة افتتاحية، نص الموضوع، جملة ختامية. نبتدي نستلم أول حاجة العنوان. هو في الامتحان هيجي يقول لي اكتب about كذا. النهاردة مثلا هنفترض أي عنوان كده مع بعضنا، مثلا ممكن نقول مثلا أي موضوع الصف الثالث، ممكن نقول شم، النسيم. لو جه قال لي اكتب عن شم النسيم، هفترض ان دي ورقة الإجابة، هروح كاتب أول حاجة كده، اروح كاتب شم النسيم في وسط السطر، يبقى العنوان بتاعي. تمام، هبتدي أدخل دلوقتي على جملة افتتاحية. أنا مجهز لكم جملة كده. طبعا في ناس تقول يا مستر احنا مش هنكتب جملة افتتاحية هينقصونا. لا مفيش الكلام ده خالص، محدش يقلق ونكتب جملة، مفيش مشكلة، جملة سهلة وبسيطة خالص. أنا هكتب أكتر من جملة واحنا نختار براحتنا. هبتدي مثلا ممكن أقول no، اسيب كده مسافة 2 سنتي. doubt، ال be silent يعني لا شك، no doubt. that، هبدأ انزل باسم الموضوع، شم النسيم. is an interesting topic to write about. يترجم كده: no doubt that شم النسيم is an interesting topic، يعني موضوع شيق، to write about and اكتب عنه. دي جملة انا ممكن استخدمها. لو حد مش عايز يستخدم الجملة دي، دي جملة افتتاحية، لو انا مش عايز استخدم الجملة دي هكتب جملة تانية، بس طبعا مش هنكتب الاتنين. انا هستخدم دي او التانية اللي هنكتبها لو دي صعبة علينا شوية. first of all، و first of all يعني اولا او بادئ. in the bed I would like، I would like to say that، to say that يعني أن أقول. I am pleased، و pleased يعني I am happy، يعني أنا مسرور. to talk about، أن أتحدث عن اسم الموضوع، شم النسيم. لو جينا كده بصينا هنلاقي تقريبا الجملتين دول هنستخدم واحدة منهم بس، يعني الاتنين دول جمل افتتاحية، هنستخدم الجملة دي أو الجملة دي، الجملة دي أو الجملة دي، وهتعمل شكل الموضوع بتاعنا. تمام، يبقى البداية بتاعتنا إن أنا هستخدم أي جملة تعجبني من الجملتين دول. طبعا يا سنة تالتة بعد ما هخلص المقدمة
اللي انا هكتبها مثلا no doubt that Shem and Nassim is an interesting topic to write about. هنبتدي ندخل على الموضوع، هندخل على نص الموضوع. هنبتدي مثلا انا هحاول اكتب معاكم كده كام جملة عن شم النسيم، نستخدم الجمل البسيطة والسهلة اللي موجودة في الدرس. يعني هنبتدي نكمل، طبعا احنا بعديه على طول، هحاول اكتب باللون الاسود علشان نفرق المقدمة والخاتمة على الموضوع. هقول شم النسيم، كان في جملة كده في الدرس بتقول means، يعني smelling the breeze. الجملة اللي بعدها مثلا ممكن نقول the مهرجان، يعني ايه طبعا festivals started، الاحتفال بي بدأ تقريبا. about 200 أو 2700 BCE. حاول أكتب جمل بسيطة أنا فاهم معناها. تمام، أقول مثلا it is celebrated، كان أما يحتفل به all over Egypt، في كل ايه، في كل مكان في مصر. ممكن نقول it is celebrated، كان ما يحتفل به غالبا on Monday، كان غالبا in April، يا اما في شهر 4 or May، أو في شهر إيه؟ 5. ممكن نقول it comes، إنه يأتي in spring، في فصل إيه؟ الربيع. اليومين دول طبعا today شم النسيم is a holiday، اليومين دول شم النسيم بقى هوليدي، يعني ايه هوليدي؟ طبعا اجازة. تمام، ممكن نقول families، العائلات، تمام كده، usually عادة go out to enjoy، بيخرجوا يستمتعوا، بيستمتعوا بإيه طبعا؟ الفريش اير او ذا فريش سبرينج اير، بالهواء النقي بتاع فصل الربيع ويوم شم النسيم. مثلا ذا سبرينج اير از جود فور اس، والهواء ده بيبقى جود فور اس. يعني ايه جود فور اس؟ بيبقى جيد لينا وممتاز لينا جدا ان احنا طبعا نشم الهواء في هذا اليوم. وبرضو ممكن نقول people often، الناس غالبا في الفترة دي have a picnic، الناس بتعمل a picnic يعني نزهة خلوية in the country، ممكن نقول تاني مثلا most of people like to eat، الناس بتحب تاكل في اليوم ده، معظم الناس بتحب تاكل مثلا فسيخ. people always دائما، الناس دائما مثلا color boiled eggs، بيلونوا البيض. تمام كده، ونحاول نكتب على قد ما نقدر جمل من الدرس. كده تقريبا هكون غطينا كمية الكلمات المطلوبة. هنيجي ممكن في نهاية الموضوع هنسيب مسافة كده، انا خلصت هنا خلاص بقف هنا،
حاول بقى ادخل على الخاتمة بتاعتي من اول هنا، من اول السطر، واسيب مسافة كده مثلا 2 سنتي، هاجي هنا كده اسيب مسافة 2 سنتي وهبدأ اكتب الخاتمة. هقول مثلا فاينالي، فاينالي يعني ايه؟ طبعا اخيرا. I hope، انا اتمنى، that I have covered all the main ideas of the paragraph. يعني ايه الجملة دي؟ طبعا اقول انا بقول طبعا فيها اخيرا انا اتمنى ان انا covered، يعني اكون غطيت all the main ideas، كل الافكار of the paragraph بتاعت، طبعا الباراجراف اللي هو الموضوع. يبقى انا كده عندي في جملة خاتمة، وعندي طبعا في الاخر برضو هنا في المقدمة في جملة افتتاحية. يبقى الجملة اللي بالأزرق دي المقدمة دي أو دي احنا براحتنا خالص، وهنا عندنا الجملة الختامية اللي هي في نهاية الموضوع. كده نكون اديت أنا في موضوع النهاردة أو في الفيديو بتاع النهاردة، أنا مركز على الجملة المقدمة والختامية، وإن شاء الله على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك إن شاء الله هتلاقوا الرابط بتاعها أسفل الفيديو. إن شاء الله أكون مجهز كل موضوعات الموجودة والمكررة على الصف الثالث الإعدادي بطريقة بسيطة وسهلة زي طريقة النهاردة. وطبعا في ناس هتقول احنا مش هنكتب مقدمة، احنا ندخل في الموضوع على طول. طبعا كل طالب براحته، بس احنا لما بنشرح في القناة احنا بنشرح لجميع المستويات، ومفيش مشكلة ان انا اكتب مقدمة هتعمل شكل الموضوع بتاعي، وبعد كده بدخل بالموضوع، وبعد كده في الآخر انا بختم بجملة زي دي سهلة وبسيطة ومش صعبة في الحفظ، وهتسهل علينا موضوع ال 110 words، موضوع ال 110 كلمة. وفي فيديو قبل كده موجود في القناة وحضراتكم طبعا علقتوا عليه، اللي هو طبعا احنا قدمنا فيه ازاي نقسم الجملة، وان انا ما اكتبش جملة طويلة علشان ما اغلطش، يعني انا اكتب جملة صغيرة علشان الاخطاء ما تزيدش عندي زي ما انا كتبت كده النهاردة. يعني هتلاحظوا وانا بكتب انا قلت مثلا ايه، جمل بسيطة من الدرس، ما نحاولش نجيب جمل احنا مش فاهمين معناها. انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنبدأ ندخل على ازاي نحل سؤال المحادثة للصف الثالث، عشان في ناس كتيرة بتسألني عليه. وبعد كده ان شاء الله نبدأ نتناول اسئلة الامتحان، المواقف situations و rewrite و choose ان شاء الله، وهنبتدي نحل امتحانات المحافظات اول باول بعد التعديل الجديد على شكل الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.